وتخمم إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب 1,000 مليار دولار، وهناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج. كل عضو جمعية وطنية كلف الدولة بحدود 1,400,000,000 إلى 1,500,000,000 عن خدمة 9 أشهر، طبنا بهالجيب 1,400,000,000 إلى 1,500,000,000 عدا تكاليف الحراسات. احنا راح ننطي 6.25 دولار تقريبا لكل فرد عراقي شهريا لمفردة البطاقة التموينية. وأنت عندما تتكلم عن 6 دولار وشوية حصة غذائية عدا الحنطة طبعا عدا القمح، يعني هذا رقم كبير. يا شعب انت شلون تعيد انتخاب هاي الطبقة السياسية والمتحدث منهم؟